تحليل خصومك في المباريات من الأشياء الممتعة جدا اللي بنحرم نفسنا منها، وخصوصا لو الخصم اللي أنا هلعب قدامه خصم قوي. طبعا الانغماس في كل هذه التفاصيل دي مش هتعملها في كل مبارياتك، بس هتعملها مع الخصوم الأقوياء بس. وصدقوني الأمر يستاهل إن أنا أبذل مجهود علشان أستعد للخصم اللي هلعب قدامه المباراة الجاية. وتعالوا كده نشوف النتيجة. كنت عامل كارير بفريق برايتون، وماتشنا الجاي مع فريق مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وآدي النتيجة زي ما انتوا شايفينها قدامكم. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكورة الجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن. يا رب مستحيل مستحيل، الحلم يتحقق، الحلم يتحقق، كان كابوسا، ما حدث كان كابوسا. موضوع تحليل الخصم القادم والاستعداد للمباريات القادمة من المواضيع اللي هي طلبت مني من فترة طويلة، وبصراحة أنا فضلت متردد أعمل هذه الحلقة ولا لأ، لأن هذه الحلقة عشان تتشرح هي محتاجة عدة حلقات في واقع الأمر. وفي واقع الأمر فعلا أنا تعبت في هذه الحلقة جدا، دخلت اتفرجت على فيديوهات كتير ودخلت على مواقع أجنبية كتير، كمية معلومات ضخمة، ففضلت متردد هل أشرح هذه المعلومات كلها باستفاضة ونشرح ازاي نطلع بيانات مفيدة من هذه الشاشة اللي قدامنا مثلا، ولا نحاول نبسط الامور على قدر الامكان. فكرت ان احنا ان شاء الله رب العالمين نمشي في طريق وسط، يعني نبسط الامور بدون ان احنا منخل بالمعلومات الاساسية اللي احنا هنحتاجها. عشان كده انا مستني رأيكم فعلا في هذه الحلقة. لو انتوا شايفين ان الموضوع مجدي، لقيت صراحة كومنتات ولايكات على هذه الحلقة، فأنا هستمر في هذا النمط من الحلقات، ويمكن كمان نشرح السكواد بلانر والداتا هاب وكيفية الاستفادة من هذه المعلومات اللي فيها. لو حسيت ان الحلقة ما حصلتش على اعجابكم، فان شاء الله رب العالمين هنحاول نغير هذا النمط في الشرح ونشرح بشكل اكثر تبسيطا شوية. فالحلقات القادمة صراحة هتبقى معتمدة عليكم انتم، محتاج اسمع رأيكم فيها. المهم ندخل على حلقة النهاردة. علشان تحلل خصمك هقسم الموضوع على 4 محاور. المحور الأول هو انطباعك الشخصي ورأيك انت عن هذا الخصم. احيانا بيبقى رأيك، ولا سيما لو انت بتلعب هذه اللعبة من فترة طويلة، بيبقى رأيك الشخصي اهم من رأي السكاوت او من رأي الكشاف بتاعك. هوريك ازاي تكون انطباع شخصي بناء على المعلومات المتوفرة عندك، دوت في المحور الأول من هذه الحلقات. في المحور الثاني هشرح تعليمات المعارضة. تعليمات المعارضة أنا بجيبها من التكتيك، وباجي عند Opposition Instructions، فبوصل لهذه الشاشة اللي هي تعليمات المعارضة، اللي هي فيها التايت ماركينج، الرقابة اللصيقة، التريجر بريس، الضغط بشدة على الخصم، التاكلينج اللي هي التدخلات البدنية اللي احنا عارفينها، الشو انتو فوت، انك انت تضغط على رجل معينة سواء اليمين او الشمال من لعيب الخصم. وبالمناسبة هي ما هياش الرجل الضعيفة دائما، احيانا بضغط على الرجل القوية، وهنشرح ليه بنعمل كده. بشكل عام ده المحور التاني اللي هنتكلم فيه ان شاء الله رب العالمين، ازاي اجهز هذه التعليمات عشان العب الماتش القادم ليا. طبعا بكل سهولة انا ممكن اعمل هنا اسك اسيستنت، افوض هذا الكلام للمدرب المساعد بتاعي، وهو هيحدد لي مين اللاعب اللي حامل عليه تريجر بريس، مين اللاعب اللي حامل عليه تاكلينج بشكل قوي شوية، وهكذا. ولكن من الاشياء الممتعة انك انت تعمل الكلام ده بنفسك. طيب المحور الثالث اللي هنتكلم فيه النهاردة، ازاي اتعامل مع انواع معينة من اللعيبة. في الداتا هاب عندي في النكست اوبننت الخصم القادم، بيبقى شارح لي مبدئيا كده الخطة اللي الخصم بيلعب بيها. وهنا على سبيل المثال هم بيلعبوا بالفلوت كونتر اتاك، طبعا كل تكتيك بيبقى له خطة مضادة، هنشرح برضو الكلام دوت لو انتوا اردتوا الكلام دوت، ازاي اقدر اتعامل مثلا مع الفرق
اللي بتلعب بالوينج بلاي، ازاي اقدر اتعامل مع الفرق اللي بتلعب بالسيطره على الاستحواذ، ازاي اقدر العب قدام الفرق اللي بتلعب تيكي تاكا. لو انتوا عاوزين كلام دوت نشرحه. ولكن اللي يهمني هنا هو الاكسبكتد تكتيك، حاططك فريق الخصم بتاعك وقايل لك كل لاعب من هؤلاء اللاعبين دوره ايه في الملعب. لو بدانا بالهجوم هلاقي هو عنده تارجت مان وادفانسد فورورد، وفي خط الوسط حاطط لاعبين بوكس تو بوكس، وبيلعب بالاجناب بالوينج باك، وحاطط ورا خط الوسط حاطط ديفنسيف ميدفيلدر. طيب كل لاعب من دول، او بمعنى اصح كل دور من دول محتاج معامله خاصه. اتعامل مع التارجت مان طبعا بطريقه بتختلف عن الادفانسد فورورد، بتعامل مع البوكس تو بوكس بطريقه تختلف مثلا عن الديب لينج بلاي ميكر، وهكذا. هنشرح الكلام دوت في المحور الثالث، ازاي اقدر اتعامل مع ادوار معينه. وده طبعا الكلام دوت هيبقى مرتبط بمعرفتك بادوار اللاعبين اللي احنا كنا شرحناها في حلقات سابقه قبل كده. لازم تكون فاهم مثلا ايه الفرق ما بين البوكس تو بوكس وما بين السنترال ميدفيلدر، ايه الفرق مثلا ما بين الريجيستا وما بين الديب بلاينج بلاي ميكر، وهكذا. انصحك بشده انك انت ترجع للحلقات القديمه اللي كنا عملناها من سنه او سنتين، لانها فيها معلومات مهمه ممكن نبني عليها في هذه الحلقه. ده طبعا لو انت حابب تفهم كوره، لو انت حابب تلعب الفوتبول مانجر بمهاره كبيره. وبالمناسبه حته صغيره كده، لعبه الفوتبول مانجر هتفرق معاك في فهمك للمباريات الحقيقيه. وانت قاعد بتتفرج على ماتش حقيقي هتبقى عارف ادوار اللاعبين فعلا اللي بتتنفذ على ارض الملعب، وهتبقى فاهم حتى بشكل عام كل تكتيك من التكتيكات اللي بتتنفذ قدامك، هتبقى عارف الفريق اللي قدامك ده بيلعب ازاي. طيب عموما نرجع لموضوعنا تاني. المحور الرابع اللي ان شاء الله رب العالمين هنتكلم فيه، ازاي استفيد من تقرير الكشافه. قبل الماتش بيجي لك في الانبوكس هنا ريبورت او تقرير عن الخصم القادم بتاعك. التقرير ده بيبقى مقسم لعده اقسام، الديفندرز بتوعهم عاملين ازاي، الميدفيلدرز، الجول كيبنج، وهكذا. حواليك ازاي تستفيد من هذه البيانات اللي ظاهره قدامك على الشاشه، هنشرح الكلام دوت. لو انتوا حبيتوا نشرحه باستفاضه نشرحه، حبيتوا نشرحه بشكل مبسط برضه هنشرحه، مفيش اي مشاكل ان شاء الله رب العالمين. وهشرح لك هنا الثلاث تقارير اللي بيبقوا ظاهرين تحت عندي، منهم على سبيل المثال السكاوت ريبورت. زي ما قلت لكم كده بيبقى جايب لك هنا مواطن القوه ومواطن الضعف في فريق الخصم. هل هذه البيانات مهمه واقدر استفيد منها؟ اه طبعا اقدر استفيد منها بشكل كبير. وبالمناسبه احب اقول للاخوه اللي داخلين اللعبه جديد ان اللعبه نازل لها تعريب، اقدر اعرب هذه اللعبه والعبها باللغه العربيه، لو اللغه الانجليزيه هتقف قدامي عائق شويه. على اي الاحوال تعالوا نبدا بالمحور الاول وهو رايك الشخصي. رايك الشخصي ده هتبنيه على عاملين مهمين. العامل الاول انك تشاهد بعض المباريات السابقه للفريق الخصم عشان تقدر تحدد مين هم اللعيبه المهمه في الفريق الخصم، وتفكر ازاي تحد من خطوره هؤلاء اللعيبه. العامل الثاني اللي هتبني بيه رايك الشخصي انك انت تشاهد الصفات الفرديه اللي هي الاتريبيوتس بتاعه اللعيبه، وتحاول تستكشف نقاط الضعف اللي موجوده عندهم. هنشرح الكلام ده دلوقتي باستفاضه، ولكن حبيت بس اديك الهيد لاين او عناوين رئيسيه. لو انا جيت عند الجدول بتاع المباريات عندي، ادي خصمي القادم اللي هلعب قدامه فريق برمنجهام، بضغط عليه وبجيب الجدول بتاعه. باجي هنا عند الجدول وطبعا اختار جدول الفريق الاول، وبص اولا كده بدايه بصه سريعه على نتائج الفريق السابقه. الفريق خسران اخر ماتشين، ولو جيت بصيت كده هلاقيه هذا الفريق ما بيسجلش اهداف كتيره، ولكن في نفس الوقت لا يستقبل اهداف كتيره الا يمكن في الماتشين الاخرانيين بتوعه، واضح ان عنده فيه تعثر نوعا ما. اولا يفضل انك انت تتفرج على ماتش او اتنين من الماتشات السابقه. بتقف على اي ماتش من الماتشات دي وبتيجي هنا عند الفيو ماتش. لما بتضغط عند الفيو ماتش طبعا انت عارف ممكن تشاهد الاهداف بس، او تشاهد لقطات قصيره او لقطات اكستندد موسعه لفريق الخصم. مشاهدتك بعينك للفريق وهو بيلعب بيخليك تبتدي تحط ايدك على بعض الاساسيات اللي موجوده في الفريق. طيب كذلك بص على الفورميشن بتاعهم، ابقى عارف بس
اللعيبة مواقعها فين، تمام؟ لأن الكلام دوت هنحتاجه دلوقتي لما نخش على تحليل البيانات. تعالوا نضغط على تحليل البيانات، بتظهر لي الشاشة دي، بختار منها التيمز. هتظهر لك الشاشة دي، خلي بالك مكتوب هنا بوس، بص كده الفريقين. انا طبعا مش عاوز اتفرج على كده الفريقين، انا عاوز اتفرج على فريق برمنجهام بس اللي انا هلعب قدامه الماتش الجاي. بختار فريق برمنجهام وباجي هنا على الشمال وابتدي ابص على هذه البيانات واحده واحده كده. انا عندي هنا الباصز، الباصز اللي هي التمريرات. لو انا دوست على السهم الصغير اللي هنا هبص هلاقي الفريق عامل مثلا 440 تمريره مكتمله. لو انا ضغطت عليها هلاقي كده الدنيا بقت زحمه جدا قدامي في الشاشه دي ومش هفهم منها حاجه. طيب انا اعمل ايه؟ حاجه هنا عند الكلير ايفنت وامسح الكلام ده كله واجي هنا عند السهم الصغير دوت. شايفين السهم الصغير دوت؟ اضغط عليه من الحته اللي ظهرت قدامي دي، اعرف حاجه اسمها مجموعات التمرير. يعني ايه مجموعات التمرير؟ يعني اكتر تمريرات كانت ما بين مين ومين من اللعيبه، واشوف مين العامل المشترك في هؤلاء اللاعبين. هبص هنا كده هلاقي اللاعب اللي اسمه ساندرسون يمكن هو العامل المشترك في اكتر التمريرات، واضح ان هو بصير او بيعتمدوا عليه في نقل الكوره. لو انا ضغطت مثلا على السطر الاول هبص ادي اللاعب اللي هو ساندرسون اللي هو رقم 28 اللي احنا كنا شايفين في الشاشه اللي فاتت ان هو بيلعب وايد سنتر باك، بيلعب هنا في الحته دي. وادي كل تمريراته للاعب دوت. كذلك السطر الثاني ادي تمريراته اغلبها تمريرات عرضيه للاعب اخر وهكذا. استنتج من الكلام دوت ايه؟ لما يبقى لاعب من خط الظهر هو اللي مرر اكثر تمريرات الفريق، فواضح ان الفريق كده مبدئيا ما عندوش بلاي ميكر، وده بياكده لنا التقرير اللي احنا بصينا عليه ان الفريق بيلعب بالفلوت كونتر اتاك، بيلعب بالهجمات المرتده. يبقى هذا الفريق لا يعتمد على بلاي ميكر، وكنا شفنا ان لاعبي خط الوسط بتوعهم عباره عن لاعبي بوكس تو بوكس. اي نعم البوكس تو بوكس مطلوب منهم ان هم يمرروا الكور، ولكنهم ما هماش السنتر او الاساس اللي الفريق بيعتمد عليه في نقل الكوره للثلث الهجومي. طيب نعرف من كده حاجه، لو انا بلعب قدام فريق بيعتمد على بلاي ميكر، فالبلاي ميكر دوت لازم اقفل عليه في تعليمات الخصوم وحوريكم بنعملها ازاي. انما هنا انا ما عنديش بلاي ميكر، ده هنا هذا الفريق بيعتمد على التمريرات من الخلف للامام. تعالوا نبص على اللاعب ده اولا، احنا قلنا نبص على السمات بتاعته. عاوزك تبص هنا على الكمبوجر، شايفين الكمبوجر اللي هي رباطة الجأش باللغة العربية اللي هي سيطرته على انفعالاته. ألاقيها إن الدرجة بتاعته درجة قليلة، درجة صغيرة متدنية. طيب دوت يدعوني لإيه؟ يدعوني إن أنا ممكن أجي في التكتيك عندي مثلا وأجي خط الاشتباك بتاعي أخليه قدام مثلا. واخدين بالكم من حاجة زي كده؟ أنا طالب من المهاجمين ولاعبي خط الوسط المهاجمين بتوعي إن هم يضغطوا على فريق الخصم لاستخلاص الكرة سريعا. هذا اللاين اوف انجيجمنت او خط الاشتباك بتاعي لو اتنفذ صح قدام لعيبة زي ما شفنا كده رباطة الجأش بتاعتهم قليلة، غالبا هنجح وغالبا هغلطهم وغالبا هقدر اخطف منهم الكور. نرجع تاني للشاشة اللي احنا كنا فيها اللي هي تحليل البيانات. زي ما اتفقنا بقى باجي هنا عند التيمز وابص عليها. انا مش عاوز اطول عليكم، ولكن يهمني هنا برضو ابص على الشوتس التسديدات. الاقي هنا ان التسديدات الفريق يعني تسديدات لا تذكر. في فرق هلعب معاها قدامها هلاقي ان نسبة التسديدات بتاعتهم عالية وكذا لاعب بيسدد، انما واضح هنا ان هو ما عندهمش تقريبا غير اتنين لعيبة هم اللي مسددين. بس خلي بالكم احنا بنتكلم الكلام ده على ماتش واحد بس، ولكن على الاحوال انا عندي اتنين لعيبة، لعيب اسمه رضا خضرة واللعيب رقم 31 ده اللي هو اسمه بيليك. تعالوا نشوف اللعيبة دي مراكزها ايه. خضرة ده واضح ان هو الادفانسد فورورد، وده طبعا دوره ان هو يسدد. وبالنسبة للعيب اللي هو بليك ده واضح ان هو الديفنسيف ميدفيلدر بتاعهم. يبقى زي ما اتفقنا ببص على شكل الفريق، بشوف لو هما عندهم مثلا بيلعبوا ببلاي ميكر يبقى بحاول احد من خطورته عن طريق مثلا ان انا اخصص له لاعب لمراقبته اللي هي مان تو مان يفضل وراه على ارض الملعب في اي حته يروحها. لو هما عندهم لاعب خطير
مهاجم خطير مثلا قدام هذا المهاجم مش قادر اراقبه، او هو مثلا بيلعب في دور يستحسن ان انت ما تراقبش هذا الدور. خلي بالكم ان في ادوار زي مثلا التارجت فورورد مثلا اللي هو التارجت مان دوت ما تعملوش رقابه رجل لرجل، وهوريك ليه بسرعه شديده. في ملف الوورد ده اللي انا كنت عامله عشان الخص فيه المعلومات اللي عاوز اقولها في الحلقه، شايفين الصوره دي؟ اتي هنا مهاجم دي بلاينج فورورد. الدي بلاينج فورورد زي ما انتم عارفين من سماته ان هو بينزل تحت علشان يستقبل الكوره وعلشان يفضي مساحات للاعيبه خط الوسط المهاجمين. فزي ما انتم شايفين كده، لو انا مخصص هذا اللاعب ان هو يراقب الدي بلاينج فورورد بتاع الخصم مان تو مان، هيسحبه معاه لتحت، دوت هيخلي لاعب من لاعبي خط الوسط ان هو يقدر ينفرد بالمرمى، لان المساحه دي اللي كان المفروض هذا المدافع يغطيها اصبحت خاليه. على اي الاحوال انا مش هطول عليكم، احنا هنشرح برضو ازاي نتعامل زي ما قلنا في المحور الثالث ان شاء الله في هذه الحلقات، ازاي نتعامل مع بعض الادوار المعينه، مين اللعيبه اللي خصص لها رقابه لصيقه ومين اللعيبه اللي اقفل عليها وهكذا. ولكن هنعود مره اخرى لتكوين الراي الشخصي بتاعي. شفتوا انا عن طريق مجرد بس مشاهده مباراه واحده ابتديت افكر ازاي اقدر اتعامل مع هؤلاء اللاعبين. طيب يهمني زي ما قلت لكم نبص على السمات الشخصيه لهؤلاء اللاعبين اللي هم لعيبه الخصم بتوعي. هبص على خط الدفاع الخلفي بتاعهم. يهمني وانا ببص على المدافعين عاوزك تبص على عده اشياء. بص على الهيدنج وعلى الجامبنج ريتش علشان تقدر تكون فكره عن العاب الهوا بتاعتهم، وبص على الاكسلريشن والبيس بتاعهم، التسارع والسرعه بتاعتهم، ونبص على الثلاث لاعبين الاساسيين. ادي الهيدنج بتاعه واضح ما شاء الله حاجه عاليه جدا هو جامبنج ريتش، ولكن السرعه والتسارع بتوعه قليلين شويه. طيب اللاعب الثالث حجده ان هو اقلهم في الجامبنج ريتش ولكن السرعه والتسارع بتاعه معقولين شويه. طيب الكلام دوت يخليني افكر ازاي استغل الكلام دوت. لو انت عندك دفاع بطيء السرعه والتسارع بتاعهم على قدهم، او بمعنى اصح المهاجمين بتوعك اسرع منهم، ايه رايك نخش كده على شاشه التكتيك ونشوف الكلام ده نستفيد بيه ازاي؟ ممكن اطلب من الفريق بتاعي ان هم يعملوا الكور الاندر لاب او ثرو باس علشان اضرب خط الدفاع بتاعهم. لو انت عندك لعيبه مهاجمه سريعه اسرع منهم، اقدر العب كور خلف خط الدفاع بتاعهم، ويبقى عباره عن مسابقه جري بقى ما بين المدافعين وما بين المهاجمين بتوعي وانا افوز بيها. طيب لو هم زي ما شفنا اطول منا، انا المهاجمين عندي لا يتميزوا بضربات الراس، فساعتها ما اعملش الكروسز بتاعتي اخليها ميكسد كروسز ولا فلوتد كروسز كروسات عاليه، لا ده انا اعملها لو كروسز، اخليها كروسات موجوده على الارض ما تبقاش حاجات عاليه، لاني غالبا مش هستفيد منها ومش هقدر اعمل ضربات راس قدام مدافعين هم عندهم الارتقاء بتاعهم اعلى مني. طيب لو انا كنت ببص على الخصم وزي ما قلت لكم لقيت مثلا رباطه الجأش بتاعتهم اللي هي الكمبوجر بتاعتهم قليله، وزي ما شفنا كمان بالاضافه ان هم عندهم بطء في الدفاع، فليه ما اخليش مثلا او اجرب ان انا العب ران الديفنس، ان انا اطلب من اللعيبه بتاعتي ان هم يجروا على المدافعين بتوعهم. في الحاله دي انا ممكن حتى لعيب من اللعيبه بتاعتي تحط الكوره ورا ظهر الخصم وتجري من الناحيه الثانيه تسبقه وتبقى انفرادات. خلي بالكم يا جماعه احنا كل دوت كل ده رايك الشخصي، انت رايك الشخصي اللي انت هتكتسبه بقى بمرور الوقت، الحكمه والخبره هتكتسبها باللعب الكتير في هذه اللعبه. طيب نرجع تاني برضو ونتكلم في اخر نقطه في المحور الاول اللي هو الراي الشخصي. حلل ادوار الخصم بتاعك. رجعنا تاني لشاشه المباراه السابقه للخصم. هنبتدي نحلل ادوار الخصم. لو عندك خصم بشكل عام بيلعب بالوينج باك، فغالبا هتبقى الحته اللي ورا الوينج باك دي بتبقى مكشوفه، ممكن تستغلها في شن هجماتك من خلالها. دوت بقى هتفكر بناء على الخطه بتاعتك.
يا اما هتحط هنا وينج لو انت في خطتك فيها وينج او انفيرتد وينج، الوينج بتاعك ترميه ورا الوينج باك بتاعهم بحيث تستغل المساحه الفاضيه دي. دي غالبا من نقاط الضعف لما بتيجي تستخدم وينج باك بشكل عام، خصوصا لو هو وينج باك ما هوش سريع وما عندوش قدره على التحمل كبيره، يعني لان وينج باك زي ما انتوا عارفين بيطلب منه بيفضل ماسك العمود ده رايح جاي فيه، لازم يكون عنده مجهوده كبير جدا. طيب احنا قلنا لا اما هستغله احط وينج باك، لو انا ما بلعبش بلعيبه على الاطراف ممكن اخلي احد لاعبي خط الوسط بتوعي اديله دور مزاله، المزاله اللي هو نصف جناح، انتوا عارفين ان هو بيميل ناحيه الاجناب وبيلعب كانه جناح، فممكن اخلي لاعب من لاعبي الفريق بتاعي اخليه مزاله، او حتى لو انا عاوزه بلاي ميكر ممكن اديله مثلا انستراكشن ان هو ستي وايدر، ان هو يبقى عريض شويه، كل دوت عشان استغل مثلا الفجوه اللي موجوده ورا الوينج باك. طيب لو هو بيلعب هنا ببول ويننج ميدفيلدر او اللاعب اللي هو بيسموه اللاعب الحائز على الكره، اللاعب ده من صفاته ان هو بيبقى تاكل هاردر شويه، بيخش بقوه شويه، وكذلك الديفنسيف ميدفيلدر برضه نفس الكلام. طيب لو انت البلاي ميكر بتاعك بتلعب بيه ادفانسد بلاي ميكر بتلعب بيه في هذا المكان، فانت كده رامي البلاي ميكر بتاعك في حضن لاعب خط الوسط المدافع بتاعهم، طبعا اكيد هيبقى اقل فاعليه. خلي بالكم برضو ده معتمد على حاجه جماعه، هي جوده هذا اللاعب اللي احنا بنتكلم عليه بتاع الخصم، هل هو لاعب جيد ولا البلاي ميكر بتاعك هيبقى افضل منه. طيب لو هما الاثنين متساويين في الاداء، ما تفكر انك انت ترجع البلاي ميكر بتاعك شويه، تخليه تبتدي تبني هجماتك من منتصف الملعب هنا، او حتى تخليه دي بلينج بلاي ميكر متاخر في الجزء اللي ورا، او تخليه حتى ريجيستا. دي كلها افكار، هذه الافكار انت بتبتدي تفكر فيها بناء على تحليل ادوار الخصم بتاعك. وكذلك قلنا لو الخصم مثلا عنده مهاجم بيحب يسقط بعمق شويه للحصول على الكوره، تارجت مان او دي بلينج فورورد، اكيد من الحكمه ان انا زي ما وريتكم في الصوره اللي فاتت كده ان انا ما هاجموش. اتمنى كده تكون المحور الاول وصل، ان احنا نكون فهمنا يعني ايه اكون راي شخصي بناء على عيني انا ومشاهدتي انا بعيدا عن تقارير الكشافه. الكلام دوت معتمد على خبرتك ومدى مهارتك. طيب لو انت لسه لاعب مبتدئ في اللعبه او لسه ما عندكش افكار تقدر تواجه بيها الخصم، تابعنا ان شاء الله رب العالمين، هنتكلم بقى في المحاور الثانيه عن تعليمات الخصم، ازاي نوقفه، ازاي نعمل امتى نعمل تاكلينج، امتى نعمل رقابه لصيقه، وهكذا ان شاء الله رب العالمين. حتى لا اطيل عليكم في هذه الحلقه هكتفي بهذا القدر ان شاء الله رب العالمين، مستني زي ما قلت لكم تعليقاتكم وارائكم في هذه الحلقه، هل نستمر في هذه السلسله عجبتكم نستمر فيها باستفاضه شويه، ولا نكتفي بهذا القدر او نشرح الجزء اللي باقي بقى بنوع من التبسيط شويه. اتمنى تكون المعلومه وصلت بشكل بسيط، فادت المبتدئ وفادت اللعيب الخبره. وفي النهاية أشكركم وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.